وما دعلنا الحمد لله رب العالمين نبي صلى الله عليه وسلم مبارك وقتي وكوبين البروتوكول قال لهم شيخ دار وكدرانا مركو اسكو حرا قدومياشي هوره غلا شعبك الحبيني هوره كونفر قلبيت ياسمي هوره مدحتويد وزير كوري ماليده وزير دولي هوره ارمه غداه فدرالكا خلبانا فدرالكا كونفر قلبيت كوبي هوره انتو بالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دقيقه دو كوبن وحارب اني هذا الكين اوسو كوب هل صدر صدر كاس محارب اين عنوان غديو ايد القرانك واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤول ان بلن كلو في فبروري افر لبوكن سدح لبات خير كونفور قلبيد بيدو حكو قاتين هشيس تيبيكال لوك هشيس كي صلح حديبيه هشيس هل نعكر هشيس ee adkeeday in la laqo balse dowlad jaceelka Soomaalinimada wanaaga erer konfur galbeed jicelihiin ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoomiye Shaale Madow kaga aqbaleen waxaa lahaa saddex shay oo asaas u ah ihsaaska bini'aadanka laba sin isku xiran sin u kala baxsan laba hadee kharibmaan waa la daaweyn karaa mid hadoo kharibmo qofkaas bis waa laga sabra وعقلها ومسكحها وضميرك عقلها هدو خربمو يا مسكحها دي خربنتو قفك فلسفت يا منطقة لغول هدلا لكن ضميرك هدو بابا دبني مرا بابا مدحوينا هشيس كيسا دمات مدحليت كيسا السحة دمات وقف الضمير كيسا دبني مو اي بابا تسالي waxaan la fadhiyey madaxdi qaranka soo gaamis min kale hadda bay dhabo ma ima karaan ma ii sheegi kartiin damirka nool oo isuu ku hadla adduunka laba luqad bisa jirto luqad qaanuun iyo luqad gaabaad luqad qaanuunku waa dadku waxay isku hadlaan sharciga ay ku heshiiyeen luqadka duurjoogtan waa qofba qofka ka xoog badan uun cabdicaziz lafta gareen luqadda الناس على حسب عقولهم لقدوا فهما ان لغلهم هير كونفور قلبت وحا كو جيرتان حدا جهاد طب يا كو جيرتان جهاد كو باهي وقتي ديك صاحب كاين عضيه ما يدي جهاد كسعد عمر بن أبي طالب عمر بن الخطاب حويري متى استعبدتم الناس وقد ولد أمهاتهم أحرارا وردت كنا أقول ليست يا كفر يا كو أمر إيه وحورة دشن ننك لهد حورية دالي دستوري دق دقاقة عنكو أقلين ننك أسل له جهال حق متى هاي مسماها حق متى هاي ديجينا ورتين ديار متين وقتنا كو بتحين ديار متين دل كيرينا حرسان ديار متين شرفنا أسكوري متان ديار متين تاسانا وبرنا مرتين Thank you.